هدومها قدام العريس، هنقول لها ادخلي استحمي مع العريس، تستحمي مع معاك. بعض تليفيه، تعملي له المساج، قلتي لي ان مفيش حد يشوفني. طب انتي ليه داخله تستحمي مع بابا؟ يعني بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكل الحلوين. الحلقه دي للمتزوجات فقط، لان السؤال اللي جالي واحده متزوجه بتسالني سؤال: ينفع تتم العلاقة في الحمام أو حتى مجرد مداعبات؟ وطبعا ايه، ده مش اول سؤال، هو لما جالي سؤال اسئلة متكررة فقررت ان انا اعمل ايه فيديو. برضو في سؤالين قبل كده جولي: ايه هي حدود العلاقة ما بين الزوجين؟ طب في اول الجواز ايه اللي مسموح وايه اللي ممنوع؟ هو ينفع ياسمين في ظروف معينة يحصل جماع في الحمام؟ فيلا بينا ايه نرد بقى على كل الاسئله دي ونوضح بعض النقاط كده ايه المهمه قوي. لو انت اول مره بتشوفيني، انا ياسمينه، تنوريني وتشرفيني على القناه. اللي ما اشتركتش اشترك، ولازم ندوس على زر الجرس، ويلا بينا. طبعا ايه، انا قلت من بدايه الفيديو ان الفيديو ده للمتزوجات، وطبعا للعرايس اللي في بدايه حياتهم الزوجيه بيبقى فيه نقاط كتير كده هم مش واخدينها او عايزين يسالوا فيها، فحابه ان انا اوضحها لهم. في الزوجين ليهم الحق ان هم يستمتعوا ببعض بكل الصور ومختلف الصور وزي ما هم حابين، الا الحاجات اللي ربنا حرمها بصوره واضحه، اللي هي نتجنب العلاقه من الدبر، او ان تحصل علاقه من الخلف، والعلاقه اثناء الدوره الشهريه. طبعا انا كنت عملت فيديو قبل كده، يا ريت تشوفوه، باذن الله هحطه لكم تحت الفيديو في صندوق الوصف، ان العلاقه الزوجيه الكامله اثناء الدوره الشهريه ما بتنفعش. يعني ممكن اثناء الدوره الشهريه تحصل مداعبات، احضان وحب ودلع وكل حاجه، وممكن تحصل يعني ايه علاقه خارجيه، او تحصل ما بين الزوجين بالطريقه اللي هم يتفقوا بيها مع بعض، او حاجه ما بينهم، دي حاجه اسمها اسرار الفراش، او حاجه خاصه ما بين الزوجين. لكن ان في وقت الدورة تحصل علاقة داخلية أو يحصل دخول، لا. لكن ما بيحصل مداعبات، أو حتى ممكن تحصل علاقة خارجية، حاجة يعني الاتنين متجوزين كده هما حرين مع بعض إيه فيها. الأهل النقطة بتاعت هو ينفع نعمل علاقة في الحمام؟ طبعا أنا قبل ما أعمل الفيديو ده شفت فيديوهات كتير وشفت آراء كتير، وطبعا كل واحده فيكم برضو اكيد ليها مفهومها، او ايه بتقول ايه، لا ينفع، لا ما ينفعش، لا حرام، لا حلال. هي نقطه الحلال والحرام انا مش هتكلم فيها، لكن في مجمل الفيديوهات اللي انا شفتها لقيت ان في اراء فقهيه او مشايخ او علماء، في ناس قالت انها جائزه، في ناس قالت انها حرام، في ناس قالت انها جائزه لكن مكروهه. احنا عشان ما ندخلش بقى في الحتة الدينية دي، احنا نتكلم فيها كده ايه يعني بيننا وبين بعضينا بطريقة كده ايه بالعقل والمنطق. طبيعي جدا ان الزوج والزوجة يغتسلوا مع بعض، يستحموا مع بعض. حتى انا والكلام ده انا بقى ايه مركزة فيه قوي مع العرايس او البنات اللي في اول حياتهم الزوجية. في بنات مكسوفة جدا انها حتى تقلع هدومها قدام العريس، فيعني لا يمكن العروسه اللي هي مكسوفه تقلع هدومها قدام العريس، هنقول لها ادخلي استحمي مع العريس. مع ان في اراء بتقول ان الزوجه لما ممكن تدخل تستحمى، او باللغه العاميه بتاعتنا يعني، او تغتسل مع زوجها في اول الجواز، ده بيقرب ما بينهم وبيدوب الكسوف وحاجات كده. لكن انا مش مقتنعه قوي بالموضوع ده. يعني اللي مكسوفه اصلا انها تلبس قميص نوم مكشوف او تتعرى يعني امام العريس في اول الجواز، مش هقول لها ادخلي استحمي معاه. ده الموضوع ده يعني عايز قدام شويه كده، حبه كده، لما ايه ناخد على بعضينا. لكن عادي جدا ان فعلا الزوجين يغتسلوا مع بعض، يستحموا مع بعض، ده بيقرب ما بينهم، بيودد ما بينهم، ده في ايه عرسان كده ايه، يلا ندخل ناخد شاور عشان ايه يعني ايه بعد كده ندلع نفسينا وحاجات كده. في ممكن بعد العلاقة الزوجية يدخلوا ان هم ايه يغتسلوا مع بعض. لكن غالبا الاسئلة اللي بتجيلي ان هو احنا ممكن تحصل علاقة في الحمام، دي بيكون عندهم مشكلة
ان هم ايه مش عارفين يعملوها بره الحمام. يعني ما هو مش منطق، ما هو اللي يخليكي تعمليها في الحمام، طب ما تعمليها في اوضه النوم وعلى سريرك وفي الوضع الطبيعي، ايه اللي يخلينا نعملها في الحمام؟ يقول لك ايه، اصل الولاد كبرت ويعني بقى واحنا كده يعني بقى بنستحمى نعملها. يعني هم الولاد كبرت ومش مكسوفين ان انتوا تدخلوا وتعملوا الموضوع ده في الحمام، ومكسوفين ان انتوا ومش مكسوفين ان انتوا اصلا تدخلوا مع بعض في يعني تستحموا في الحمام. ما هو مش منطقي ان انا اقول لبنتي حافظي على جسمك وخلي بالك واوعى حد يتحرش بيكي، واعلم ابني الصغير ان ممنوع حد يلمس جسمك وممنوع ان انت تدخل ان حد يشوفك، وان ماما بس هي اللي ممكن تحميك او بابا يحميك، وانت لما تكبر شويه تعتمد على نفسك. الحاجات دي كلها احنا علمها لاولادنا وهم صغيرين، واروح انا داخله انا وباباهم قدامهم نستحمى مع بعض. فطب ما هم هيسالوا الولاد، حتى لو هم ما سالوش هيبقى التساؤلات دي في بالهم، واكيد هيجوا يسالوك يا ماما مش انت قلتي لي ان ما فيش حد يشوفني، طب انت ليه داخله تستحمي مع بابا؟ يعني الازواج والزوجات اللي بيفكروا ان هم عشان الولاد والكسوف والحاجات دي ان احنا ندخل نعمل كده في الحمام، طب ما هو البنت او الولد هيسالوكوا هو انتوا ازاي داخلين مع بعض تستحموا، مش انتوا قلتوا لنا المفروض دي عوره ومحدش يشوفكوا يا ولاد وحاجات كده. فده هيجيب مشاكل ايه اكتر. ده بالنسبه للجزئيه دي. جزئيه بقى، طب ندخل نستحمى وممكن تحصل علاقة وممكن تحصل مداعبات، لا نقف هنا بقى. هي ممكن نستحمى مع بعض، ممكن تحصل مداعبات، لكن ممكن تحصل علاقة لا معلش، يعني لا ممنوع. يعني ممكن انت وجوزك تستحموا مع بعض، تليفيه، تعملي له مساج، حاجات كده. لكن نيجي بقى عند موضوع العلاقه ده، لا خلينا في الوضع الطبيعي في اوضه نومنا على سريرنا، حاجات كده. ليه؟ لان على الرغم من ان حماماتنا نظيفه ومش زي زمان كده بقى كانت في الخلاء ونجاسات وحاجات كده، لكن برضو يعني ما ايه اللي يخليني ان انا يعني اعمل كده؟ فنحاول ان الحمام ده مكان عشان نعمل بيبي، نستحمى، لكن ايه اننا نعمل علاقه زوجيه. يعني في الاول في الاخر يا جماعه العلاقه الزوجيه دي علاقه كده ايه مقدسه، وعلاقه كده برضو فيها حب ومشاعر وحاجات كده. ممكن ان مثلا ايه يكون الزوجين عندهم رغبه ان هم يجربوا، ممكن نعملها من باب التجربه، من باب كده عايزين يعني ايه نشوف، يعني سمعنا ان في ناس بتعمل كده فنجرب. وبعدين ايه يعني العلاقه الزوجيه دي بيبقى قبلها مقدمات ومداعبات وحاجات كده، وان انت جوزك بيدعبك فتره عشان تدخلي في المود وتندمجي معاه. فالحاجات دي كلها ما افتكرش انها يعني هتنفع ايه تتعمل في الحمام. ممكن تتعمل من باب ايه التجربه، التغيير، الحاجه كده، لكن ما تبقاش هي دي الاساس. وبعدين احنا عارفين ان المفروض ان قبل ما بنعمل علاقه زوجيه في دعاء كده بنقوله، بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. فيعني يعني ما افتكرش ان ايه ينفع نقول الدعاء دوت في الـ الحمام. لكن الـ البنات بقى اللي بتقول لي طب هو لازم نقول الدعاء؟ يفضل طبعا انت تقولي الدعاء، لان احنا بنقوله عشان كبركه، كسنه، اتباع سنه رسول الله. طبعا هنا انا عايزه بقى ايه اوجه رساله برضو للبنات اللي مكسوفه بزياده، والستات اللي بقى لها كام سنه ومكسوفه بزياده قوي او متحفظه بزياده قوي ان ايه جوزها يشوفها وهي بتغير هدومها او هي بتستحمى، وما بترضاش ان العلاقه تحصل الا في الضلمه خالص، ولازم انها تكون متغطيه وما يعني كده يعني زيادة قوي. ما هو الزوج ده او الراجل لو ما شافش جوه هيشوف بره. لو انت ما متعتيش عينيه واديتي له كفايته جوه هيدور عليه بره. المفروض ان انت تكفي جوزك وتمتعي جوزك، وبعدين هي دي علاقه في الحلال في النور، مش حاجه حرام، مش حاجه غلط، عشان انت تبقي متحفظه بزياده ولا ما يشوفنيش، ولا في الضلمه، ولا لازم ابقى متغطيه، ولا في الشتاء ببطانيتين وفي الصيف بكوفرتا وملايتين وحاجات كده. لا كده بزياده قوي. ما هو لما الحاجه اللي تتقلب يعني الحاجه اللي بتبقى بزياده بتتقلب لضدها.
المفروض انها علاقه جميله، علاقه حلال نعملها واحنا حابينها. ده بالعكس الست كده لما بتحب تتدلع على جوزها اللي هي ايه، تبقى تخبي حته وتعري حته وتبين حته، اللي هي الحاجات بقى دي اللي بتعمل تشويق للراجل عشان دايما يبقى مقبل على العلاقه. لكن اللي في الضلمه ومستخبى ولا ما ينفعش وحرام وكده، ما ينفعش كل حاجة نقول عليها حرام لما هي أصلا العلاقة علاقة حلال. فاحنا ليه نقول حرام؟ يعني كلمة حرام دي لازم ينزل نص صريح كده، الحاجة دي حرام، لكن باقي الحاجات كلها بتبقى اجتهادات وآراء، آراء شخصية. يعني المشايخ نفسهم اللي أجازوها أجازوها لأسبابهم، المشايخ اللي رفضوها هم قالوا إيه، إنها يعني إيه، في ناس قالت لا يجوز، في ناس قالت جائزة بس مكروهة وما ينفعش، والآداب العامة والقدسية بتاعة العلاقة، فبلاش ان احنا نعملها ايه، نعملها كده. يا رب اكون قدرت الم ايه الموضوع، وبرضو ايه مستنية تعليقاتكم واي اسئلة ايه ليكم. ما تنسوش اللايك وشير لكل اصحابكم، شكرا.